برشا يقولوا البلاد كثر فيها التحيل، انعدمت فيها الاخلاق وغيرها، صحيح هذا اليوم؟ الاخلاق هذه اشياء مرتبطه بالامور الاقتصاديه. احنا قبل هذا موجود في كل دوله عربيه، في كل دول العالم، لكن الاشكال وين صار؟ كثر شوي لان الامور الاقتصاديه نزلت. اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم. الانسان كي ما عندوش ما ياكل. الاخلاق هي موجوده في الجذور نتاع البشر، واخلاقك وبوك وامك والعائله والعرش وكل اللي تربت فيه هذاك اخلاقك. والاقتصاد اش قريت انت؟ اش تعلمت؟ شيء مش جديد، شيء ضيف. دونك ما تدخلش اكس مع ايغريك، خاطر اخلاقك انت يا سيدي ماهيش مربوطه بمهنه نتاعك وباقتصادك وش عندك انت وش ما عندكش وش عملت باما ديجيسيون وكل الريق. انت اخلاق تخل، انت فقري وربي عطاك باش تعيش، باش تعيش باخلاقك، وانت غني وخلاقك فازه باش تعيش باخلاقك. انما الامم والاخلاق اخلاقهم بقيت، فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. شكون هي الدولة؟ اش معناها الدولة؟ تي انت وانا ولدك وولد هذا وبنت هذا وبنت هذا هما باش كاش باش تعيش. اذا احنا ما فضلنا لهمش وما خدمناش كما الحال نتاعنا ما نخدموش، كيفاش باش يصير هالاخلاق؟ تي ما هو ولدك يولي يسرق في واحد وولد هذا يضرب في هذا، وبنتي انا ما باش نعطيها الولد السارق هذاك. هي دونك كذا. ان كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلم الاطفال عند الرقص. إن كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلم الذر. يعني كيف ده البابا أرجع منا شي منا شي، يعني أخلاقيات البابا يعني لأنه أون برانسيب لو بير دي فامي سي لوي كي ديسيد. إيش معناها؟ معناها يعني رب البيت هو اللي يقود السفينة، يعني مش معناها أجى من أرجع من، يعني البابا هو اللي يعمل كل شيء. الأخلاقيات في 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 المواطن التونسي ولا الأبناء أبنائنا يعني فما تقصير من الأولياء. لازم الأخلاقية باش مرتبطة بالوضع المادي والاقتصادي متاع البشر. إذا كان أخلاقه فهمتي متيقرة وتعب وما عندوش منين يجيب وما عندوش كيفاش يعيش، كيفاش تحب تكون أخلاقه باهية هكا ولا لا؟ وإذا كان واحد محتاج والدولة نزلت عليه فهمتي حتى باش يعمل كروسة فهمتي ولا شكرها ما عندوش باش يسترزق منها، يولي كاين وعامل كارفور كامل، جيه الشرطة وجيه البوليسية وجيه العالم الكل وخلص وهز وكذا، والحيتان والسراق والمافيا يعني يلهم وفي آلاف المليارات ولا حد من تلفت لهم، يحوسوا في الشوارع شيخين يسهروا يسافروا وتجي تحاسب واحد على سرق حك سردينه ولا دجاجه باش يعاش بها ولاد. لا ابرر السرقه وانما هو احتاج. تو مثال ترى انت مثال المراه تخدم وراجل يخدم والجيل يربي فيه الشارع، ولد ولا بنت يربي فيه الشارع، يربيهم الاصحاب والبلاكس ولوا الاصحاب ياثروا اكثر من الوالدين، اكثر من سامحني من المعلم من كذا، وولت الناس كل عباره مزروبه معناتها يولد من كرشوم وماذا به يولد يجري. في تونس ما عندناش اخلاق وما عندنا حتى شكون ابيل، ما فماش على خاطر مجتمع ماهوش فاهم روحه. انا نحكي لك عمري 64 سنه، انا عشت في فقر وعشت في خصاصه وقريت، وكي نشوف الاستاذ نتاعي ولا المعلم نتاعي نحترمه وما نقولش كلام الزايد وما نحكيش كلام الخايب، وتوا ما نقولش كلام الخايب خاطر تربيت على اسس صحيحه. توا هاك تشوف ليش شو صار؟ علاش تحول؟ علاش؟ علاش؟ السبب هي اخلاق اخلاق الساعه، الوالدين، التربيه، الحومه، لاباس، اللونتوراج اللي عايش فيه، هذا هو اللي يصير. نعم؟ تعليم يسير عنده أكثر دور التعليم، والأم هي التعليم، المدرسة هي الأم، المدرسة متاعك الأم والتعليم والمعلم، المعلم والمعلم. أنا نقدر أي معلم ونحترم أي معلم شابو بأي أستاذ اللي قراني قدر هذوكم الباس. توا وينه؟ توا سامحني، توا ولد صغير عمره 10 سنين، أه 10 سنين يمشي يشكي بالمعلم ويحب يضربه. انا مانيش رجل تعليم، انا رجل اقتصاد، اما انا كلمتك بلغه صحيحه. وهذوكم الناس اللي تربينا عليهم
باش نعيشوا عليهم، وهذوكم اللي علمونا المجتمع وعلمونا الدنيا. التعليم كاد المعلم التعليم في تونس، التعليم في تونس كان فراج شادلي وكان محمد المزالي كان في التربية. المشكل اليوم هو التعليم، ما تنجمش تصنع شباب من غير تعليم. التعليم متاعنا قبل كان المعلم يحكم، كان المعلم يحكم، وكان كانت الناس كل معناها التلميذ. ما تنجمش انت تخلق انسان البو، علاش قلت لك الامور مربوطه باقتصاديا؟ البو لهم يخدموا، شكون باش يربي الصغار؟ الشارع. شكون باش يعاوننا شوي؟ هو المعلم. المعلم كتفوا ليديه، ما عنديش حتى علاقه بالمعلم، انا انسان قانون. كتفوا ليديه، لا تكش عليه ولا تكلمه. ما تنجمش تصنع جيل بدون التعليم. بورقيبه الله يرحمه وقتها ميزانية الدولة، ثلث الميزانية الدولة مشات التعليم، ما فيش تعليم، ما فيش جيل. مونك دو ريسبي يعني وين قيتو في الإدارات، مثل كي تمشي تعمل باش نجدوا الباسبور، مثال كيفاش يتعاملوا. أنا نحس اللي أنا نخدم عليهم واش هما يخدموا، ونحس اللي هما عاملين مزية كبيرة عليا، كمثال باش يطبعوا لي على ورقة، ولا كان باش يحطوا ورقة، ولا يسألوني على ورقة. وزادة جو تخوف اللي تحسها الناس ناقمة من الحياة، يعني لنا حسها معينة في حتى شيء، وكانت تلقى يعني نعرفش، أنا كانت تلقى تعمل كل شيء إلا الخدمة اللي هي لازم تخدمها. يعني أنا لو مونك دو ريسبيريتو أكثر في الإدارات كو في الشارع. يعني في الشارع اش تخوف يعني سي كوريكت، والناس مع بعضها يعني لاباس. يعني الأولياء عندهم ضغط زادة، قول لي كيفاش. الأم تبدأ تخدم، البابا يبدأ يخدم، الذر في الجارد كيفاش يعني يعني كيفاش يعني انا باش نربي ولدي على الشيء هذا وباش نحطه في الجارد مامطون؟ ما نجمش، ما نجمش. انا باش نربي ولدي على حاجه وفي الجارد حاجه، ما 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 سي با باغي. موجود التحيل اليوم برشا بالقدس، الناس كل يعني التحيل موجود. نقولوا كيفاش تقال، تقولوا تخديم المخ بطريقه بطرق معينه، يعني طرق ماذا بهم كربح السريع، الاستعجال بحلالك حرامك ما يهمتوش، معناتها اعطيه يربح برك، اعطيه يقولوا نحن بيت متعش، ما يهمتوش شنو الطريقه كيفاش. نقص تنظيم، تنظيم برشا، تجيني برشا همجيه وبرشا ديزورغانيزاسيون. يعني الناس قشالي، الناس ما تعرفش شو تعمل، ما تعرفش اسكو، ما عرفش، تحس الناس ماهيش فاهمه شو وين ماشيين، تحس ماشيين دونز ان سونس سون اوبجيكتيف. وكاو يعني لازم دي زورغانيزاسيون، ولازم ان غوفرنمون اوتوريتير كي امبوز لي لوا. اذا كان تقول لي شنو الحل، نقول لك العمل، سامح لي العمل. ربي يقول وقل اعملوا فصير الله عملكم ورسوله المؤمنون. يا ايها العمال، يا ايها العمال، افنوا العمر كدا واكتسابا، فلولا سعيكم امست يا بابا. الخدمه المانيا ما سامحني عايشك، ماو سي تونغ في عام 58 قال لهم نعملوا لي غران بون ان افون سور لو بلان ايكونوميك، لي غران بون ان افون نوري ماريا مي اليريم الى ديناميكيه، ديناميكيه عمل. هاك ترى اليوم انت ربما عندك فيستا او سروال او حاجه من الصين او قماش من الصين، نخزي قداش من 1000 كيلومتر عملت، دونك العمل توي الاخلاق تستوي. ان الشعب لن تكون له روح ما دام لم يتمكن من الفرص السامحه له بان يعيش في كرامه.